أود في مستهل كلمتي هذه أن أذكر بأن زيارتي إلى جمهورية نيجيريا الاتحادية تأتي بتكليف من السيد رئيس الجمهورية، وتندرج في إطار تعزيز التشاور والتنسيق بين الجزائر ونيجيريا، لا سيما في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها منطقتنا، وفي خضم التهديدات التي تحدق بدول وشعوب جوارنا المشترك. ومن الطبيعي أن تشكل الأزمة في النيجر الموضوع الرئيسي لهذه الزيارة وللمشاورات التي جمعتني بزميلي وزير خارجية نيجيريا الشقيقة السيد يوسف ميتما توغر، بالنظر لما تنطوي عليه هذه الأزمة من انعكاسات وتداعيات تتجاوز بكثير حدود هذا البلد المجاور لكل من نيجيريا والجزائر. وفي هذا الإطار تم الاتفاق بصفة خاصة على ضرورة تنسيق الجهود المبذولة من قبل بلدينا، لا سيما المبادرات التي اتخذها الرئيس عبد المجيد تبون ونظيره النيجيري السيد بولا أحمد تينوبو بصفته الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وذلك بهدف تعزيز الزخم الدولي والإقليمي وتشجيع التفاف الجميع حول المسار السياسي والمسار السلمي لحل الأزمة القائمة في النيجر. كما أكدت في ذات السياق أن الرئيس عبد المجيد تبون الذي يؤمن بقوة أن المجال لا يزال متاحا لتحقيق هذا الهدف النبيل، قد وضع تصورا واضحا لحل هذه الأزمة ورافع عنه بكل حزم وعزم في مضمونه وثوابته وضوابطه، وهو الحل الذي يضمن أولا الاحترام الكامل للإطار القانوني الإفريقي الذي يحظر ويرفض التغيرات غير الدستورية للحكومات، وهو الحل الذي يحقق ثانيا العودة إلى النظام الدستوري في النيجر، وهو الحل الذي يحفظ ثالثا المكاسب التي حققتها النيجر خلال العقد الماضي في إطار ترسيخ أسس النظام الديمقراطي في هذا البلد الشقيق، وهو الحل الذي رابعا وأخيرا يجنب النيجر والمنطقة بأسرها مخاطر التدخل العسكري التي لا يمكن التنبؤ بها والتي يصعب حصر مآلاتها وتداعياتها. المحادثات مع الأشقاء في نيجيريا أكدت بالفعل أن هذه المعايير الأربعة هي محل توافق كبير وموضوع إجماع أكبر من شأنه أن يسهل تفعيل مبدأ الحلول الإفريقية لمشاكل إفريقيا في التعامل مع الأزمة في النيجر. وفي سبيل ذلك أكدنا أن الجزائر ونيجيريا البلدان اللذان ساهما تاريخيا بأدوار بارزة في بلورة قيم ومثل الوحدة الإفريقية، واللذان يتحملان حاضر مسؤوليات معتبرة في تجسيد الأجندة القارية للأمن والاستقرار، لا يسعهما إلا أن يعملا معا اليد في اليد وجنبا إلى جنب لتفادي تأزيم الأوضاع في النيجر والمنطقة والقارة الإفريقية برمتها. وفي الختام أكدنا بشكل قاطع لا لبس فيه أننا
لن نتسامح مع انتهاك الديمقراطية والنظام الدستوري في النيجر، وأن الحفاظ على أمن واستقرار النيجر ورفاهية شعبه الشقيق يستلزم منا بذل المزيد من الجهود والتضحيات بصفة فردية وجماعية، وأننا لن ندخر أي جهد في سبيل تفعيل الحل السلمي والسياسي للأزمة في النيجر. شكرا لكم.